أول حاجة كان سبق أنني نعزي الناس مساكن اللي فقدوا العائلات ديالهم في هذه الحادثة هذه، وكذلك كنطلب الشفاء العاجل للناس مساكن المصابين اللي بغينا نوصلوا للمواطن. الحمد لله بمجرد ما سمعنا الحادثة تم تسليم الدم للمستشفى ديال سلا، المستشفى ديال السويسي، يعني كاع اللي طلب لنا الدم سلمناه له، وكان هناك واحد التعاطف كبير ديال المواطنين اللي جاوا يتبرعوا الله يجازيهم بخير. غير هما خصهم يعرفوا بأن الحاجيات ديالنا يوميا ديال 300 متبرع في النهار في المركز الجهوي ديال تحقن الدم بالرباط، لأن الدم كيتبيغي ما عنده واحد المدة الصلاحية، كاين الكرويات الحمراء 42 يوم، الصفائح 5 أيام، ولكن هذا سنو باش نذكروا الناس أن يوميا خصها تفكر في التبرع. كاين يوميا في المستشفيات والمصحات مرضى خاصهم الدم، كاين اللي كيحتاج الدم كل سيمانة، كاين اللي كيحتاجوا في حادثة السير في مستعجلة، الراجل يمكن له يتبرع كل شهرين والمرأة كل 3 أشهر. فاللي كنطلب أن الناس اللي كيفكروا يتبرعوا يقسموا هذا التبرع على هذا العام كامل، يعني يجي ولو 2 مرات في العام، 3 مرات في العام، فإحنا موجودين ما نبقاوش نتواجدوا. بعد ما تكون عندنا 1000 متبرع في نهار واحد، وبعد ما تكون عندنا متبرع واحد اللي كاين في السنتر. فالله يجازيكم بخير، الناس تقدر الموقف أن هناك واحد مدة الصلاحية ديال الدم اللي كتنتهي على 42 يوم، فإحنا كنحاولوا ندبروا هذه المسألة هذه لهذا باش كناخذوا يلا العدد اللي يكفينا في اليوم. الحمد لله إحنا ما أنا كنظن ماشي نداء الفيسبوك، الحادث عطى مفعول ديالو، يعني الناس بمجرد ما شافوا الحادثة بمجرد بدأوا تيسولوا على السنتر فين جاوا، فين مشيو يتبرعوا بالدم، فين من ناحية التضامن المغاربة كيتضامنوا مزيان، هذه ما بدون نقاش. بالنسبة للحادث اليوم الحمد لله من الصباح حنا أون ميتريز لا سيتياسيون، اللهم لك الحمد. دونك حنا أنتم كتشوفوا الدم كيخرج، كل شيء كيخرج على حسب الطلبات ديال المستشفيات.